الخبر الجاي اللي انا هقوله خبر بيمسني انا شخصيا، يعني في حالة فريدة من نوعها في الجامعات المصرية. طالب ماجستير عنده 82 سنة، يعني بيفكرني بالماجستير بتاعي بقالي سنين، بس مش 82 سنة يعني، بس الماجستير بتاعي من ساعة ما اتخرجت وانا يعني ايه مطنشة فيه شوية، ولكن الحمد لله في رمز، انا حسيت انه في رمز للإصرار اكبر مني. ويعني انسان مصري عنده 82 سنة قرر انه يحقق حلمه مهما طال الزمن. الأستاذ فتحي غانم رايح بكرة كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان عشان يناقش رسالة الماجستير عقبال يا رب اللي كان بيحلم بيها من عشرات السنين. طبعا لسه الدكتوراه بقى هي حلمه الأكبر اللي مصر إنه يحققه، لأنه شايف إنه أهم حاجة لازم يعملها الإنسان في حياته إنه يتعلم وإنه يعرف أكتر، وإنه شايف إنه مفيش حاجة اسمها سقف الأحلام الإنسان طول ما هو عايش على وش الدنيا، وإن الأحلام لا تسقط بالتقادم. مساء الخير أستاذ فتحي غانم. أستاذ يا أستاذ فتحي، ازاي حضرتك؟ دكتور فتحي غانم. يا دكتور ألف مبروك يا دكتور، عقبالي عقبالي. أنا كمان متعطرة جدا في الماجستير بتاعي، بس حضرتك اديتني إيه يعني أمل كده. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. إيه الموضوع يعني؟ حضرتك أساسا اتخرجت من كلية التجارة من سنين طويلة. أنا خريج تجارة عين شمس، كلية تجارة جامعة عين شمس سنة 1965. طيب إيه اللي خلاك تقرر إن دلوقتي في 2022 أنت عايز تعمل الماجستير؟ الدكتوراه. بعد التخرج بسنين طويلة، 60 سنة. ماجستير خدتها بقالي أكثر من 10 سنين. ده الدكتوراه النهاردة؟ دي بكرة. بكرة. دكتوراه بكرة. إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. ألف مبروك يا دكتور، والله أنا فرحانة جدا. الله يبارك لك، الله يبارك لك. ليه قررت إن أنت بعد 57 سنة انك انت تعمل وتكمل البحث العلمي؟ لا مش 57، ده بعد الثمانين. بعد الثمانين؟ لا بعد 57 سنة من التخرج. 57 من التخرج يعني شمس. انا عامة فوت على معظم جامعات مصر. انا خريج تجارة عين شمس سنة 65، وبعدين تمهيدي ماجستير دبلوم دراسات عليا كلية التجارة جامعة القاهرة، دبلوم محاسبة ومراجعة. وبعدين تمهيدي ماجستير جامعة بنها، كلية التجارة بنها. تخصص محاسبة ومراجعة. وبعدين ماجستير الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، دي تبع جامعة الدول العربية، ده ماجستير إدارة مالية. ثم حاليا كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان بعمل الدكتوراه، والحمد لله خلصت الرسالة واتقبلت وكل حاجة، والمناقشة بكرة الساعة 1 الظهر بإذن الله. بقالك كام سنة بتعمل في الدكتوراه؟ بقالي تقريبا حوالي سنة وشوية، سنة ونص. طب يعني ايه حضرتك شايف مستقبلك ازاي؟ يعني عاوز تعمل ايه بقى بعد الماجستير والدكتوراه؟ وانا مش هعمل حاجه، انا لا هترقى ولا اي حاجه، لان انا المعاش بقالي 20 سنه. بس اكيد عندك حلمك، مفيش حاجه انت بتعملها فشوش كده يعني، لازم مش حضر يعني. اولا هتستفيد ازاي في حياتك من اللي انت عملته؟ الله يبارك. بص، اول حاجه طبعا عندنا مثل جميل قوي يقول يموت المعلم ولا يتعلم. بالظبط، ادي حاجه. الحاجه الثانيه، العلم دايما ربنا يديك الصحه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اطلبوا العلم من المهدي الى الاحد. والله سبحانه وتعالى قال وكل ربي زدني علما وما اوتيتم من العلم الا قليلا. كانت امال بالنسبه لي، بقى امال بالنسبه لي ان انا احققها. والحمد لله يعني كانت ظروفي كويسه جدا، فانا ما عرفتش، امي الله يرحمها ولدتني قالت لي اتجاهك او في دمك حاجه اسمها العلم. فانا يعني وصيت امي يعني بحققها يعني. والعلم اتجاهه علمي ايجابي. طب بما انك درست التجاره واداره اعمال، يعني هل ممكن تعمل مثلا بزنس كده حتى صغير لنفسك؟ لا انا في سن خلاص ما اعملش حاجه لنفسي، لكن ممكن للشباب اديهم يعني ممكن تدرس تنقل خبراتك. كده بالظبط، انا خبراتي للغير. ماشي. وعندي برضو ابن كبير، عندي ابن حوالي حاجه و30 سنه، وعندي بنت كبير برضو حاجه و30 سنه. بيعملوا بقى ماجستير في دماغهم الحاجات دي ولا لا لسه؟ ما هم بالبكالوريوس قالوا بابا هو اللي ماسك العالم بتاع العلم. هم ما عملوش حاجه. حضرتك ذاكرت ليهم كلهم، ذاكرت للبيت كله كده.
الحمد لله الحمد لله. اشكرك شكرا جزيلا، ويا رب كده. اتفضل اتفضل، عايز تقول حاجه؟ ربنا يخليك يا بابا، ربنا. بقول نصيحه بس للشباب، يعني اتفضل. يتمسكوا بالعلم، العلم حاجه جميله جدا وحاجه خيره، والله والرسول يعني نصحنا بيهم، يعني حاجه يعني جميله، مش حاجه وحشه. اكيد. وحتى في هذا السن انا باخد الحاجات دي كلها دون اي هدف، يعني مفيش هدف محدد عشان اقول ايه انا عايز اخد الماجستير او الدكتوراه عشان اترقى او عشان ابقى مدير اداره ولا رئيس حضرتك قطاع ولا بتبقى الكلام يا ده. دكتور، حضرتك بتبقى مستمتع كده وانت الله بتعمل، الله. بتذاكر وبتبحث. طبعا. لا، وبذاكر لناس، والله بان العلم الناس، والحمد لله الحمد لله، يعني ربنا مقدرني على كده. جميل، يعني انا ربنا يقدرك ويكرمك يا رب ويوفقك. شكرا جزيلا استاذ فتحي غانم، يعني لا دكتور فتحي غانم، نموذج جميل جدا للاصرار، وحاصل على الدكتوراه في سن 82 سنه بعد 57 سنه من التخرج من الجامعات المصريه. هو خريج 65 وخد الدكتوراه 2022.